ما اشتقت لي؟ يعني شوي. ناطر أبوكي أنا. إيه بعرف. مو لازمك شي؟ بدي سلامة قلبي. روح هلا روح. حدا يشوفنا كمان هلا بالحارة؟ يلا بخاطرك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شو هالمصايب اللي نزلت علينا من وقت ما فتنا على الشام لحد هلا؟ ناصلي بوس إيدك، بتعرفي شي مخبيتي عني؟ لك يا بنتي أنت شو عم تحكي؟ معقول مخبية شي؟ جاد غالي علي، مالي غيره بهالدنيا كلها. إيه بس ما بصير يروح بهي الطريقة على اسطنبول، أكيد صاير معه شي كبير، وأنا لازم أوصل للوالي وأحكي معه. بنتي هدي حالك، إن شاء الله جاد بيرجع بهالكم يوم، إن شاء الله بيرجع سالم. بس لازم نعرف يا نازلي، لازم نعرف شو عم بيصير. نازلي خينا ما عندها حق، أنت لازم تهدي، إن شاء الله كله خير. آخ يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب. أعوذ بالله يا شيخي، أنا شو بدي بهالجيزة؟ اسمع يا ابني، المخلوقة صحيح كانت جاري وخدامي وكانت بالخان، بس لا تنسى إنه حرمة جاد باشا هي اللي طالبة هالشي، وعلى ذمتها البنت مو عايبة لا سمح الله. طالبتني بالاسم؟ لا استغفر الله، هي قالت ابن حلال. بتلاقي ابن حلال، بتلاقي، بس أنا ما فيني. أنا بدي بنت محترمة وبنت عيلي مستورة. لك ابني بتستر على المخلوقة وبنوبك ثواب كبير عند رب العالمين سبحانه وتعالى. والنعم بالله شيخي، والنعم بالله، بس أنا ما بدي. إيه مثل ما بدك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه والله سمعت من اثنين عسكر إنه ضبوه أخذوه موجودا، وقال شو طلع سارق كل شيء بالحكمدارية. يا عم موجودة وسارق كل شيء؟ اي والله. وما عرفت منه شو عامل؟ لا والله يا عمي فيصل. يا عمي والله شغلة عجيبة غريبة. جاد باشا